FM. الكل مليك. احنا نتحملوا جزء كبير من المسؤوليه، واحنا على وعي من ذلك، ونحن نراجع ذلك، ونحن نعتذر لشعبنا بشكل ما ان في نهايه الامر ان ما قدرناش فعليا ان نبسطوا من مفاهيمنا ونلتصقوا باليومي. واحنا على يقين انه يعني كنتوا في برجكم العاجي بعيد عن الناس، مفاهيم تباويه معناتها ايديولوجيه الى حد ما بعيد على الواقع التونسي، لكن الى حد ما، لكن كما قلت راه فما ايضا عوائق موضوعيه، فما ادوات استبداديه كانت تتمارس على اليساريين والقوميين حتى قبل الإسلاميين، يعني ضحية كبيرة من الضحايا انت مجتمعنا ومتاع الاستبداد في تونس، هذا راه خلق حاجز، وحاجز كبير، حاجز في وقت اللي نصنع صورة نمطية تقدم لي المناضل هذا اللي دافع على كذا وكأنه هو ملحد. الكلمة ليك.